أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وترى الجبال تحسبها جامدة وعالية وترى الجبال تحسبها صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ألم يروا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويا عمي
صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ومن جاء السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. فمن اهتدى فإنما لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت ما فيها وتخلت سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فأما أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا
لا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك لا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله بسم الله خلق الإنسان من علق
اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم شانئك هو الأمام.
صدق الله العظيم الكبير المتعال، صدق الله العظيم الشديد المحال، صدق الله العظيم الذي من خشيته تخر الجبال. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لفقيدتنا وعافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا ووسع مدخلنا ويسر حسابنا وأعطنا سؤلنا ولقنا حجتنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل مرضها وموتها كفارة لذنوبها يا حنان يا منان يا كثير الإحسان. اجعل قبرها نورا وعطره مسكا وكافورا. اللهم بارك لنا في الحسنات وتجاوز اللهم عن السيئات، واغفر لنا ولها ولجميع موتانا الذنوب والزلات يا حنان يا منان يا كل النفوس إلى الممات خطاها، كل النفوس الصدق من مولاك يا رب يا رب. فالجأ لرب العالمين لعله يهدي القلوب إذا أراد هدابا. بعدما أحياها كتب الممات على الخلائق كلها، هذا كتاب الصدق من مولاها يا رب يا رب. فالجأ لرب العالمين لعله يهدي القلوب إذا أراد هداها. مصطفى يا ربي اهتم من فرحتي لا تحرم
من فرحتي واحشر بيتك تحت ظل لواه. سيدي يا رسول الله يا أهل بيت النبي يا جسد تمكن حب احمد فيه والله ان الله لا يخزيه او كيف يخزيه الكريم وحبه في قلبه وذكره في فيه. اكبر عليه من الصلاة الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأتيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة القليوبية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. كان معكم بتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية التي تطلع نتيجة دائما تحت إدارة أولاد المرحوم الحاج حسن البشتاوي. حضرة السادة المعزين تقبل الله عزاكم وشكر الله سعيكم ولأراكم الله المكرم في عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله.